توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إلى رومانيا، وذلك للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية رومانيا، والتي تعقد في العاصمة بوخارست برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشرط. ومن المتوقع أن يقوم وزير الزراعة بالتوقيع على الخطة التنفيذية لمذكرة تفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة، منها إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والإنتاج الحيوانية للمشروعات البحثية والمشروعات البحثية المشتركة ومجال الصحة النباتية وتبادل الخبرات.